يحتفل العالم في 19 من يونيو من كل عام باليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية السكلر، وفي هذا الإطار أولت البحرين اهتماما كبيرا بصحة مرضى السكلر، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية. 19 من يونيو في كل عام تشارك مملكة البحرين العالم إحياء ذكرى اليوم العالمي لأنيميا الخلايا المنجلية، والذي يطلق عليه أيضا السكلر. وامتثالا لتوجيهات جلالة الملك المفدى بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، فقد سعت الحكومة دوما للاهتمام بمرضى السكلر وتوفير أفضل سبل الرعاية والراحة لهم، حيث تتابع وزارة الصحة بشكل مكثف مرضى السكلر من خلال فريق طبي مؤهل في أمراض الدم الوراثية، كما ويعقد المسؤولون في وزارة الصحة اجتماعات دورية مكثفة مع جميع المعنيين لاتخاذ قرارات تسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكلر. وعملت البحرين على توفير البنى التحتية والخدمات التمريضية والطبية والخدمات الإدارية والفنية المساندة المدربة والمؤهلة، والتي تعمل على تقديم خدمات صحية شاملة للمرضى بصورة خاصة وجودة عالية تتماشى مع توجيهات سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث أولى سموه اهتماما وعناية خاصة بأبنائه مرضى السكلر وحرص على توفير العلاجات المناسبة. ومن هذا المنطلق، فقد قامت الوزارة بافتتاح مركز خاص لمرضى السكلر، وهو فريد من نوعه في المنطقة. كما حرصت الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، فدأبت على انتداب عدة مجموعات من الخبراء الدوليين، وذلك للوقوف عن كثب على الخدمات المقدمة وتقديم المشورة لكل ما يصب في مصلحة المرضى. وقد عملت وزارة الصحة ومن خلال الرعاية الصحية الأولية على افتتاح عيادات السكلر في المراكز الصحية تسهيلا للمرضى والتعريف بهذا المرض. وبفضل توجيهات القيادة ومتابعتها الحثيثة، وضعت وزارة الصحة مرضى فقر الدم المنجلي على سلم أولويات واستراتيجيات الوزارة، مما أسهم في رفع مستوى العناية الصحية لمرضى السكلر حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.